مر معنا في الجمعة الماضية ما ذكر الله تعالى في سورة الفرقان من صفات عباده الذين نالوا القرب من الرحمن سبحانه وتعالى، فذكر من صفاتهم وأفعالهم أنهم في مشيهم على الأرض ليسوا متكبرين ولا جبارين، ثم ذكر من قيامهم بالليل لربهم سجداً وركوعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، ثم ذكر إنفاقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى أنهم ينفقون من أموالهم وليسوا بمسرفين، ثم ذكر خوفهم من جهنم أنهم يدعون الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ثم بعد أن ذكر هذه الخصال والصفات العظيمة الجليلة التي نالوا بها محبة الرحمن سبحانه، ذكر ما يتقون وما يبتعدون عنه من الآثام والمنكرات، وذكر حذرهم واجتنابهم لذنوب عظيمة. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في شرح هذه الآية أورد الإمام البخاري ومسلم وأحمد من رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فقال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: وفي تصديق هذا نزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآية. فلو تأملت أيها المسلم الكريم الجزئية الأولى من الآية والجزئية الأولى من الحديث فإنه يفسر أحدهما الآخر. الآية تقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والحديث يقول: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولما نجمع بين الآية والحديث نفهم أن من دعا غير الله فقد جعل لله ندا، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المنزلة الأولى من التفسير. من دعا غير الله فقد جعل لله ندا وهو أعظم ذنب. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أعظم ذنب أن تجعل لله نداً بالدعاء وهو خلقك، أعظم ذنب لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال: والثانية أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. كيف تقتله؟ أن تتسبب في قتل ولدك، زي الناس الليلة بدعوى تنظيم الحمل أو بدعوى تنظيم الولادة، وإن كان التنظيم ما ممنوع أن يكون الأولاد متفرقين بحيث يجد الواحد منهم نصيبا وافرا من التغذية والرعاية، ما في مانع، لكن هذا لا يكون بقتل المولود بعد أن يحمل به. فالذين يخافون على أرزاق أولادهم فيقتلون الأجنة في بطون الأرحام، في بطون الأمهات، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ربنا قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، من إملاق، الفقر حاصل عليكم، أنتم فقراء ما تقتلوا أولادكم، الله يرزقكم أنتم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية يعني هم أنت لسه ما فقراء، لكن تقول لو ولدت كثير ما بقدر اربيهم بعد ذاك، ما بلقى لهم اكل، يلقى لهم رزق من وين؟ ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، نحن نرزقهم واياكم. وانتبه في الايه الاولى لما كان الفقر حاصل ربنا قال نحن نرزقكم واياهم، لانه الفقر حاصل عليك انت الان. وفي الايه الثانيه لما انت خايف الفقر عليهم هم، ربنا قال لك نحن نرزقهم وإياكم. فالرزق عند الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أي دابة في الأرض، كل ما يدوب على الأرض على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لا تخاف من الرزق، الأرزاق مقسومة، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. ولو أن أحدا فر من الموت، فر من رزقه كما يفر من الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت. الرزق ده مكتوب، ما تخاف عليه، ربنا بيرزقك. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والثالثة قال: أن تزاني بحليلة جارك. الزنا مصيبة وجريمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد ابن عمرو، وهو كان جالسا مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، سألهم سؤال، قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الزاني بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. لماذا؟ لأن فيها من خيانة الجيرة، وفيها
من انتهاك الحرمة المأمونة. لأن الناس اعتادت إنه الجار بيدخل على جاره من غير حرج، فكسر هذا الرجل هذا الأمان الذي أورثته له الجيرة. الجار بيدخل يتفقد حال جاره ويسأل منه، وما بيستوحش وجوده في بيت جاره. فإذا غاب الجار وانتهك هذا الخبيث حرمة جاره، كان الزنا بامرأة الجار يساوي الزنا بعشر نسوة بغير الجار، بما فيه من سوء الصنيع وانتهاك الحرمات المتكررة المتعددة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الهيثم الطائي، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب عند الله أعظم من الشرك بالله من أن يضع رجل نطفة في رحم لا يحل له. الناس اليوم تستهين بالزنا، وإذا شاع الزنا بين الناس شاعت الأمراض الخبيثة وشاعت الأوبئة. إذا جاهر الناس بالزنا وانتشر بينهم ولد الزنا أذن ذلك بالمصائب والبلايا. نشاهد الآن فيديوهات مغززة الناس يشاهدوها على وسائل التواصل، شباب بيتراقصوا مع فتيات على الملأ علنا، رجز قبيح وماجن وفاحش والناس شايفة. الخلوات الموجودة الآن عند كثير من الفتيات والشبان هداهم الله في الجامعات وفي شوارع النيل وفي غيرها، مناظر مغززة قبيحة، هذه مقدمات الزنا. لذلك قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. ما تقرب، لأنه لو قربت بتعملوا دي فاحشة عظيمة بتنتهك المجتمعات، بتفسد المجتمعات، بتخضع الرؤوس العالية. انت الليلة محترم وفي الحلة وعندك مكانتك وتجي في الجامع وعمتك ما شاء الله، يوم البتك بتجي بفاحشة هتكسر عينك وراسك المرفوع قدام الناس بتنزله ولسانك الطويل قدام الرجال بتقطع لك، ولا ينفع الندم بعد وقوع المصيبة. لذلك قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. لبس مثلك الحجاب، ما تتهاون، لأن الزنا لا يقع خطوة واحدة، إنما هو خطوات خطوات واحدة وراء الثانية. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبيل فيه الولد الغير شرعي، سبيل فيه قتل الولد الغير شرعي، سبيل فيه جرائم ثانية، سبيل فيه الزواج المحرم. بعد شوية يجي الولد وقع مع البيت في مصيبة يقول لهم تعالوا نعقد لكم، خلاص مشوا الموضوع، يبقى عقد حرام وزينة قباله حرام ويجيبوا أولاد ثاني من الحرام. كان فاحشة وساء سبيلا. اللهم عفنا وعف أبناءنا وعف بناتنا يا ذي الجلال والإكرام. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني اللي بيعمل ده إن كان الشرك الأول، اللي بيدخل على الناس في صورة محبة الصالحين. ولا شك المؤمن يحب الصالحين، والمؤمن فوق ذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك. لكن لا يدخل عليك الشيطان وأعوان الشيطان بحجة نحب الصالحين عشان ندعوهم مع الله. نحن بنحب الصالحين، نعم، الصالحين الذين يقرؤون القرآن ويعلمون الناس الفقه والعقيدة والصلاة
وأهل القرآن نحبهم ما في شك، لكن لا ندعوهم مع الله ولا نستغيث بهم ولا نتوكل عليهم، توكل على الله سبحانه وتعالى. قال ومن يفعل ذلك، اللي بيعمل ذا شرك أو زنا أو قتل، قال يلقى أثاما. ما هو الأثام؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ذليل. ملائكة بتجرهم جر تضربون على وجوههم، ويوم القيامة ماشيين بوشهم، نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذل ومهانة وخزي هو جهنم، يضاعف لهم العذاب. ربنا بعد ذلك فتح لنا باب، وهذا من سماحة الدين ومن عظمة ربنا رب العالمين، فتح لنا الباب ما تقفل عليك. انت وقعت في واحد من الذنوب دي ما تيأس، لا لا الباب مفتوح لسه. قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ها اللي تاب ده بيلقى خير كثير، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نقل ابن كثير في التفسير هذه الآيات أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قد صغط حاجباه من الكبر، شدة ما عجوز لعد ما الحواجبين بتاعينه سقطوا على عيونه، قفلوا عيونه كبير. قال يا رسول الله إني رجل لي فجرات وغدرات، غدرت والغدر معروف وفجرت والفجور معروف. قال فهل لي من توبة يا رسول الله؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال إذن سيغفر الله لك غدراتك أو غدراتك وفجراتك، ويبدل سيئاتك حسنات. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، شكله عمل حاجات كثيرة. قال وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك. قال الراوي فولى الرجل يكبر، قال حتى توارى لحد ما انقطع شغال بكبر ويهلل، فرحان لأنه في باب مفتوح لسه يا أخوان، لسه في باب مفتوح. ارجع إلى ربك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أرجع يا ما في مشكلة، ربنا بيقبلك. أنت قال في مشكلة؟ الله بيقبلك برضو. قال يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني شنو؟ بعض العلماء قال يعني العمل بتاعهم بتاع المعصية بيتبدل لعمل طاعة. كان بالليل قاعد في الخمارة ومساهر مع الفواحش، خلاص يبدل الله سيئاتهم حسنات، بالليل ده بقوم بيصلي لأ الله وبيستغفر وبيسبح، خلاص يتبدل العمل بتاعه في الدنيا الكعب لعمل كويس. بعض المفسرين يقول يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئة بتاعته ذات العمل دي، امشي يوم القيامة يلقى حسنة. روى الإمام البخاري أو الإمام مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار أو آخر أهل الجنة دخولا، آخر واحد يدخل الجنة. قال فيقال نحو عنه كبار ذنوبه، الذنوب بتاعته الكبيرة ما توروا لي وخلوها على جنبه، وأخبروه بصغارها، بيقوموا يعرضوا عليه ذنوب الصغار، حاجات الصغيرة صغيرة، عملت كذا يوم كذا ما بينكر أي شيء، وعملت كذا يوم كذا، وروا الصغار في الأول. قال وهو مشفق من كبارها، خايف من الكبيرة وعارف في كبار وبروا في الصغار، وعملت كذا وعملت كذا ولا ينكر من ذلك شيئا. قال فيقال له قد بدلت سيئاتك إلى حسنات، أي سيئة أنت عملتها بدلها لك حسنة. قال فيقول في الوقت ذاك انتبه للكبيرة، قال لهم إن لي ذنوبا لا أراها،
في وحدات كبار يا الله ما شايفها. ليه؟ لأنه لقى شنو؟ السيئة بتبدل لحسنة. قال إن لي ذنوبا لا أراها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الباب مفتوح يا أخوانا، نرجع لله قد وعند الفرصة معانا. واحد من الأئمة، من أئمة السلف، وقف عند قبر بتاع واحد مات، فقال للمشيعين، ناس اللي بيحفر في القبر، قال لهم أترون هذا اللي دفنوه ده لو عاد إلى الدنيا، لو رجع، أكان يفعل ما كان يفعل؟ كان بيسوي حياة الزمان دي؟ قالوا لا يا إمام، ده كان رجع بنضبط تمام. قال أما هذا فلا فرصة له، وأما أنتم فافعلوا الخير. سويتوا، أنتوا عندكم فرصة. الرجل ذاك ثاني ما عنده حاجة. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. اللهم اقبضنا إليك يوم تقبضنا وأنت راض عنا. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وخير أيامنا يوم نلقاك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وقوم إلى الصلاة يرحمكم.